سهى البطمة، فنية مختبر بجامعة القدس أبو ديس. اشتغلت كمساعدة باحث في مختبرات الميكروبيولوجي، صار عندي خبرة أكثر في مجال البحث العلمي. الجامعة أعلنت إنه في منحة زمالة الدورة الخامسة الممولة من بنك فلسطين، واللي بيكون بتنسيقها مؤسسة التعاون. طلعت لمدة شهرين في عام 2016. أنا من خلال منحة زمالة ومن خلال إنه طلعت على مراكز بحثية برا المفروض إنها تكون متقدمة، أنا اطلعت على تقنيات جديدة، مناهج بحثية جديدة، مهارات جديدة إحنا مش موجودة عندنا، لأنه العلم دائماً بتطور، إذا إحنا ما لحقنا راح نكون وقفنا في نقطة معينة. ففكرة إنه طلعت أنا على مركز بحثي متطور أعطتني فرصة إن أكتسب هاي المهارات وأكتسب تقنيات جديدة، أطلع على تقنيات جديدة، أطلع على مناهج بحثية جديدة. هذه المناهج وهي المهارات أنا جيت على الجامعة هون نقلتها لطلابي. بعد ما رجعت مسها من منحة زمالة لاحظنا إنه في تغيير طبعاً كأستاذتي، وأعطتنا هذه المعلومات وظلت تحكينا كيف كان الأسلوب، كيف التكنيكس، كيف جوهم في الشغل، شو الأسيبتك تكنيك اللي استخدموها هناك. طبعاً هاي الأشياء أفادتنا. فهلأ أنا لما باجي بشتغل بمشي على نفس اللي علمتني مسها في الفترة هذه. برنامج زمالة الابتعاث برنامج مهم جداً. ليش؟ لأنه أول برنامج فلسطيني يقوم بدعم التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين. استفادت جامعة القدس في تنمية البحث العلمي، تنمية قدرات العاملين في مجال البحث العلمي وخاصة في القطاع الصحي، وأنا أعتقد أن هذا يجب على القطاع الخاص أن يحذو حذو بنك فلسطين ومؤسسة التعاون في دعم البحث العلمي. سهى البطمة تطورت بطريقة جداً ملاحظة، إضافاتها كانت على كل شيء، مش بس على الأشياء التقنية ولكن على تفكيرها وعلى تدريبها للطاقم اللي بيشتغل تحت إيدينا، خلينا نقول من طلاب ماجستير ولا من طلاب بكالوريوس جداً مميز. منحة زمالة إلها امتيازين، إنه مباشرة أنت بتنقل الخبرة اللي أخذتها لجامعتك وهذه فكرة مهمة، والامتياز الثاني أنها أعطتك الفرصة بالأساس أنه تشوف شو في الخبرات علمية جديدة في العالم وتلحق توصل لها وتطور جامعتك لتوصل لها.